بتحب أفلام الرعب اللي تخليك تفكر وتسأل نفسك أسئلة فلسفية؟ يبقى أكيد لازم أرشح لك واحد من أهم أفلام الأنمي اللي عملت ده، بيرفكت بلو. بيرفكت بلو مش مجرد فيلم رعب عادي، ده فيلم بيخليك تفكر وبيسيب جواك تساؤلات. هو فين الخط الفاصل بين الواقع والخيال؟ وإيه هو تأثير الشهرة على نفسية الإنسان؟ وكمان إيه هو اللي بيحدد هويتي؟ الفيلم ده هيسحبك في رحلة نفسية واقعية جدا في كل أحداثها، وكمان هيفاجئك في كل لحظة بخياله الواسع، وهتلاقي نفسك مش عارف تسيب الفيلم غير لما تعرف ايه اللي هيحصل في النهاية. بيرفكت بلو مش فيلم سهل، لكن فيلم هيفضل معاك كتير بعد ما تشوفه. هحاول احلل كل حاجة فيه، وكمان هعيشك بالمونتاج اجواءه اللي مليانة رعب وتوتر، وعايزك تقولي بعدها قدرت اوصلك الاحساس ده ولا لا، وقولي كمان الطريقة دي كانت حلوة ولا غيرها. يلا بينا نبدأ رحلتنا في عالم بيرفكت بلو. ميما هي نجمة بوب يابانية مشهورة، بتقرر تسيب الغنى وتبدأ مشوار جديد في عالم الفن والتمثيل، لكن بتواجه صعوبات في التأقلم مع حياتها الجديدة، وتتعرض لمضايقة من معجب مهووس بيها، ومع مرور الوقت تبدأ ميما فقدان إحساسها بالواقع، وتبقى مش عارفة تميز بين حقيقة حياتها وخيالها، مع وجود أكتر من جريمة قتل الناس قريبين منها. ده بيزود من خوفها وتوترها أكتر، وتعقيدات في شخصيتها تخليها منفصلة أكتر عن واقعها. مع ظهور شخصيتها وهي مغنية في الماضي، ومقارنتها بنفسها دلوقتي وبنجاحها في التمثيل، يعتبر فيلم بيرفكت بلو واحد من أهم أفلام الأنمي، وكمان من أهم أفلام الإثارة النفسية. قدم الفيلم تحليل عميق وممتع للواقع والخيال، وإزاي إنه ممكن يسيبك في ضبابية ويخليك أنت نفسك مش عارف تفرق إن ده واقع أو خيال. الفيلم اتعرض سنة 1997، ومن إخراج المخرج اللي بحبه جدا ومتعلق بكل أفلامه، واللي سابت أثر جوايا جدا، وهو ساتوشي كون. ولو مستغرب إن بقولك إن ساب أثر فيا، فتعالى أوريك مشهدين لمخرجين زي كريستوفر نولان ودارون أرنوفسكي من فيلم بيرفكت بلو بابريكا، اللي تأثروا بيه وطلعوه في أفلامهم. ده مشهد بتاع فيلم إنسيبشن، وده مشهد من فيلم بابريكا. ولو حابب تشوف مراجعة لفيلم بابريكا، هسيبلك في الآي اللي هتظهر فوق، لازم تروح تتفرج عليه لأنه هيعجبك جدا. والمشهد التاني ده من فيلم بلاك سوان، وده من فيلم بيرفكت بلو، وده ما يقللش من واحد من المخرجين على فكرة، لأني بحب المخرجين دول جدا وبحب أفلامهم، ونفسي أتكلم عليهم كمان في المستقبل. فدي مش سرقة، ده طبيعي جدا تكون حابب حاجة وعايز تطلع حاجة شبهها، بس طبعا مش الفيلم كله عشان ما تفهمش قصدي غلط، لأن الأفلام دي نجحت جدا وبقت علامة مشرفة لصناعها، لأن هم مش سرقين الفكرة كاملة أو واخدينها، هو مجرد مشهد أثر فيهم وعلق في دماغهم ومحتاجين يطلعوه. فما تستغربش لما تشوف فيلم مصري في المستقبل فيه مشهد زي ده، عشان بصراحة هكون أنا اللي عامله لأني متأثر بيه جدا. إيه رأيك، مش حلو صح؟ المهم بقى أنا خدتك في حتة بعيدة وتسحلت، بس خلينا نرجع مع بعض لموضوع الفيلم. وأهم حاجة من وجهة نظري في الفيلم هو التلاعب بين الخيال والواقع، ونبدأ مع ميما وفقدان إحساسها بالواقع اللي حواليها، فقدانها بين خطوط الواقع والخيال، زي إنها بتشوف حاجات ملهاش وجود، ولا إنها قادرة تميز بين الحقيقة والوهم، وده ساب ضغط كبير على نفسيتها، وعمل جواها شك في نفسها وفي كل حاجة حواليها. ده غير بقى طبعا وجودها في عالم التمثيل، ده بقى عمل مزيج أكبر بين وجودها في حياتها الواقعية والشخصيات اللي بتقدمها، غير كمان إنها بتعاني من صعوبات إن تلاقي هويتها بعد ما سابت حياتها كمغنية، والصراع اللي بدأ جواها نتيجة ده.
الفيلم بيظهر ازاي الخيال بيستخدم للتعبير عن مشاعرنا الداخلية وصراعاتنا، ممكن للخيال كمان انه يساعدك على فهم الواقع بشكل افضل وتفسير جزء من مشاهد الفيلم على انها خيال او رمزيات، وان مش كل اللي بتشوفه ميمة حقيقي، في احداث مجرد وهم من خيالها. ممكن تفسر الفيلم كاستكشاف للطبيعة المعقدة بين الواقع والخيال، ويخليك تفكر هو الواقع اللي بنشوفه وبنلمسه ولا هو اللي بنحسه ومعتقدين بيه. في تفسيرات وانت بتتفرج على الفيلم هتفرق معاك وتحسسك بالفيلم اكتر، زي المراية وتفسيرها، وان في ازدواجية في شخصية ميمة واللي بتعكس حقيقتها بين نفسها واللي بتظهر بيه كصورة مثالية قدام الناس، وكمان تفسير لفقدان الواقع انها تبدأ تشوف نفسها مختلف في المراية عن الواقع، واستخدام الحمام في مشهدين ماستر سين بتمثل فيهم الضعف وتشوف حالة ضعف جسدي وعاطفي في المكان ده، او كمان يوصل لك احساس التطهر وهي بتحاول تتخلص من ماضيها وتبدأ من جديد. الفيلم بيعبر عن صراعات ميمة النفسية مع الشهرة والهوية، وكمان فكرة الهوس بالنجوم والفنانين. وده على فكرة شيء مش غريب على الثقافة اليابانية وقد ايه هواسهم واهتمامهم بالجمال والمظهر. الفيلم بيناقش مواضيع كتير مهمة فعلا، لانه حقيقي من اهم الافلام اللي ممكن تشوفها، وممكن تشوفه كمان من زوايا اكتر واكتر. ممكن تعتبره بينقد الصناعة الترفيهية، او ممكن تعتبره تحذير من خطورة الشهرة والهوس بيها. انا حابب اسمع كمان رأيكم، قولولي ايه افلام شبيهة بيرفكت بلو حبيتوها، وعايزكم ما تنسوش ان الحقيقة بتتولد من رحم الخيال. ولو انت لسه موجود لحد دلوقتي فبشكرك جدا وبقولك ان انت صديقي المفضل، وانا عارف كده ان انت فنان حقيقي وتستاهل موسيقى الفيلم الجميلة اللي ههديها ليك، هتستمتع بيها اكيد، هسيبها لك في الديسكريبشن تحت، ما تخافش منها لانها حقيقي ممتعة. استمتع وقول رأيك في الكومنتات عشان يهمني جدا.